ما الأمر يا أخضر؟ ها؟ رائع! ها قد أتت كات وهيلينا لضبط الأداة الجديدة. استعدوا أيها الميكانيكيون. يا أخضر، ها؟ مرحباً جيكو. أوه، أهلاً كات. هاهو، حان الوقت لضبط الأداة الإضافية المميزة. هيا أيها الميكانيكيون. هل لي بالحديث معه؟ شكراً كات. ما الخطب يا عزيزي؟ أتريد أن تساعدني بشيء؟ انتهينا، وهي جاهزة للاختبار. لحظة، لا يمكننا اختبارها دون الأخضر. وأنا أيضاً أحبط أحياناً مثلك، لكن الحزن يمضي كالسحاب. نحن مستعدون كات. هيا هيا يا هيلينا المروحية، دورك الآن، أنا أثق بك. هوهو، أحسنت صنعا كات، لقد كان ذلك رائعا. هذا بفضل الأخضر. هوهو، أحسنت يا أخضر. شاحنة الإطفاء فيونا؟ ما هي المشكلة؟ خرطومك معطل؟ لنلقي نظرة. لا تقلقي يا فيونا، سنصلحك بسرعة. سأحضر أفضل مفتاح ربط. أيها الميكانيكيون، ساعدوني رجاءً. أنت بخير يا صفراء؟ حسناً، أعتقد أن المشكلة قد حلت. شكراً لزيارتنا في مرآب جيكو. وداعاً. أهلاً بالجميع، معكم جيكو، نحن في طريقنا إلى المنزل. ها؟ الشاحنة الطفلة. أخبريني ماذا أصابك؟ فقدتِ مصاصاتك؟ لا تنزعجي، سوف نجدها لك. هيا أيها الميكانيكيون، حاولي البحث في تلك الزهور الحمراء. هل رأيت أي شيء؟ ماذا عن السياج الأخضر؟ أترين شيئاً هناك؟
لابد أنها في مكان ما. أنا حقاً آسف جداً، لم أجد مصاصتك المطاطية. ها؟ الأزرق! أحسنت! لقد وجدتها! تفضلي مصاصتك! كل شيء انتهى بخير! شكراً لمساعدتكم! وداعاً! عيد رعب سعيد! لا تخافا هكذا، فهذا أنا جيكو. لحظة واحدة، ما هذه الضجة الغريبة؟ ها هي مجددا، آمل ألا يكون شبح الرعب المخيف. مهما كان أظنه ذهب. لا أيها الميكانيكيان، أعتقد أن المرآب مسكون. أيها الأزرق، لحظة واحدة، يا أزرق تقدم للأمام. تصدر الضجة فقط عندما تتحرك، لا داعي للارتجاف والخوف والصراخ. المشكلة أن العجلة تصدر هذا الصرير. سيساعدك هذا الزيت كثيراً، وعندها سنقول وداعاً للشبح. انتهى الذعر، والآن سنلعب خدعة أم حلوة. عيد رعب سعيد للجميع، وداعاً. أهلاً بكم مجدداً في مرآب جيكو. لقد قمنا بتثبيت نظام تنبيه للطوارئ. شخص ما في مأزق. هيا يا شاحنة السحب تيلي. إنه إيريك الحفار، لقد اصطدم بحجر. انظر، لقد كسر سلسلته. أزرق، أعلم أن العاصفة مخيفة، لكنني بحاجتك، أستكون شجاعاً؟ لا أستطيع الوصول، وأنا أكبر من تجاوز الفتحة. يا إلهي، يجب أن نسرع، أعتقد أن هذا السد سوف يفيض. الأزرق صغير ويلائم المكان. أحسنت يا أزرق، أنت شجاع جدا. لا، السد سوف ينهار، أسرع يا أزرق. أحسنت يا أزرق،
تغلبت على خوفك. انظر، قوس قزح. مرحلكم من جيكو. وداعاً. أهلاً بالجميع، مرحباً بكم في مرآب جيكو. إنه يوم هادئ جداً، نقوم ببعض أعمال التنظيف. ما هذا الضجيج يا ترى؟ الحافلة بوبي لا تبدو بحال جيدة. تعال دعنا نلقي نظرة عليك. يا إلهي، بوبي ليس بخير. لنرى، أسنستطيع اكتشاف المشكلة؟ ربما يحتاج المبرد إلى ماء. هيا أيها الميكانيكيون. كلا، هذا ليس جيدا. لحظة واحدة. بوبي المسكين يسرب زيتا، والذي يجعل المحرك يعمل بسلاسة. يمكننا إصلاحه. لقد وجدنا مصدر المشكلة، تسريب الزيت من الأنبوب. الأخضر سيغلق الفتحة بإحكام عن طريق اللحام بالشرر شديد السطوع، وهذه ستحافظ على مظهرك. مرحى، أحسنت يا أخضر، أحسنت يا أزرق. أتشعر بتحسن يا بوبي؟ زبون آخر سعيد. هذا ما نفعله. إلى اللقاء في مرآب جوكو. وداعاً. أهلاً بالجميع، مرحباً بكم في مرآب جوكو. اليوم موحل جداً، لذا سنجهز مغسل السيارات. انظروا، الشاحنة الطفلة آتية لكي ننظفها. أهلاً بالشاحنة الطفلة، دعيني أخمن لما أتيت. رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. هذا ليس صحيحاً، فما زالت موحلة. طبعاً، فنحن لم نملأها بالصابون. لن تصبحي نظيفة بدون صابون. الآن امتلأ بالصابون، وسنغسل الوحل المرشوم. هذا غريب، عمل البكرات هو إزالة الفقاعات. وجدتها، الشاحنة الطفلة صغيرة ولا تطالها البكرات. مرحى، مغسل السيارات يعمل، والشاحنة الطفلة نظيفة ولامعة. مرحى لكم من جيكو. وداعاً. مرحباً جميعاً، إنه يوم حافل. الطفلة وماكس يحتاجان إلى تبديل إطارات، ولكن أين ماكس؟
مرحبا ماكس، هيا أيها الميكانيكيون. يا صفراء! لا، الصفراء قد صدمت رأسها، لهذا سأترك الأمر لكما. قيادة مرعبة جدا. هيا يا صفراء. بدلتما الإطارات ببعضها؟ لا بأس، فجميعنا نخطئ، علينا مبادلة الإطارات فحسب. لا تقلق ماكس، سنصلح الأمر قريبا. يا أيتها الطفلة، نعلم أنك تستمتعين، لكن إنها إطارات ماكس، هل أعدناها إليه؟ أحسنت أيتها الطفلة، من المهم إعادة الأشياء بعد استعارتها دائما. إلى اللقاء قريباً، وداعاً. أهلاً بالجميع، معكم جيكو. اليوم هو يوم مميز جداً، هذه أول زيارة لطفلة الشاحنة لمرآبنا، لذا نريد أن نرحب بها ترحيباً إضافياً مميزاً وكبيراً. أهلاً بالشاحنة الطفلة. أنت متوترة؟ لا تقلقي، أنت بأيد أمينة، أليس صحيحاً؟ ها؟ ها؟ الشاحنة الطفلة، مهلاً. لا، لقد أخفنا الشاحنة الطفلة. لا تقلقي أيتها الأم، سوف نجدها. هيا أيها الميكانيكيون، لنجد الشاحنة الطفلة. أيتها المسكينة، أين تكونين؟ أتختبئين هنا؟ أما زلت متوترة؟ خمني ماذا؟ وأنا متوتر، إنها المرة الأولى لك، لذا أردنا أن نجعل زيارتك مميزة. أنا آسف إذا كنا أخفناك، لكن أعدك بأننا سنهتم بك بشكل مميز. هل اتفقنا؟ افتحوا الأبواب لندخل المرآب كي نساعد المركبة يا أصحاب. فلتمرحي أيتها الشاحنة الطفلة، كنت شجاعة. على الرحب والسعة دائما. شكرا لانضمامكما إلينا في مرأب جيكو، وداعا. مرحبا، اليوم عيد ميلادي الأخضر، ونحن نتجهز لحفل الشاطئ. اثبت، هذه نفاخات هيليوم، لذا تحلق عالياً. كل شيء جاهز.
نحن فقط ننتظر فيونا لتحضر كعكة عيد الميلاد. احذري فيونا، لا تقودي على الرمال المبللة. أسرعي وإلا سوف تغرز الإطارات. سنجد طريقة لإخراجك. يمكننا رفعها باستخدام جميع نفاخاتك. أعلم أنك تحب نفاخاتك، لكن فيونا بحاجتها جدا. هل يمكننا استخدامها؟ أوبا. نجح الأمر، نجح الأمر. نجح نجاحا عظيما. إنها تطير عاليا. وجدتها. هيا أيها الميكانيكيون. أحسنتم أيها الميكانيكيون. ها قد أتى الزوار لينضموا إلى الحفلة. سعيد بحضوركم. أحسنت المشاركة أيها الأخضر، وعيد ميلاد سعيدا لك. مرحبا. هيا أيها الأزرق، لقد حان وقت النوم. طابت ليلتكم جميعا. بوبي، ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ يا إلهي، أنت بحاجة لعجلة. يمكنني إصلاحها، لكن لنكن هادئين. نجونا، كان هذا وشيكا. لا 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 لا. انتهينا يا بوبي، طابت ليلتك. على الأرجح سأستلقي لدقيقتين فقط. بالجميع، سنتحقق من الحفار إريك. سنختبر أنه ينجز جميع أعماله بشكل سليم. من سيساعدني؟ أعتقد أنني سوف أختار الصفراء. أعلم أنك تلعبين، لكن أعتقد أنك ستحظين بنفس المتعة بالعمل. سوف نبدأ بفحص محركك يا إريك. شغل المحرك بسرعة عالية ولطيفة. يمكنك أن تفعلها بشكل أفضل. التقاط رائع. حان وقت فحص سلسلتك العريضة. Thank you.
الجزء الأخير من خدمة التحقق. دعنا نرى كيف يعمل ذراع الحفر. يحتاج للزيت يا صفراء. أحسنت يا إريك، اجتزت خدمة التحقق، لذا فأنت جاهز لأعمال الحفر. أتريدين الانضمام إليهم؟ أخبرتك أن العمل ممتع. إلى اللقاء مع مزيد من العمل والمرح هنا في مرأب جيكو. من أين تأتي كل هذه الفوضى؟ يا أمي! سيد ويزل، هل أنت بخير؟ لقد جعلت فيكي أسرع شاحنة مثلجات في العالم، لكنها أقلعت قبل أن أحصل على المثلجات. يجب علينا إيقاف فيكي قبل أن تسبب المزيد من الضرر. ها هي قادمة، جاهز يا أزرق؟ يا أزرق، هيا اضغط على الزر بسرعة. أحسنت صنعاً يا أزرق. ما زلت أريد أن أتناول المثلجات إلى الآن. أنا أكره الصواريخ. يا ميكانيكيون، لنتأكد أنه بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. يا أزرق، أزرق، أين أنت؟ أهلاً جميعاً، نحن اليوم نعمل في الخارج لأن سلم فيونا قد تعطل فأصبحت طويلة جداً. من الأفضل أن نتفقد الإطارات أيضاً. يا أزرق، هل أحضر أحدكما الرافعة؟ أحسنت يا أحمر، سأحضر مفتاح الربط. آلي النطاط. لا تقلق يا أحمر، سنجد طريقة لإنزالك. أخضر، صفراء، أحضرا البطانية، لقد جاءتني فكرة. أحمر، عندما أقول لك انطلق، انطلق، اتفقنا؟ هيا انطلق. أزرق، لقد حان الوقت لتكون بطلا. جاهز يا أزرق؟ 3 2 1 هيا. لا تقلق، سوف نمسك بك. لقد أنقذت الموقف. مرحى لبطلنا الأزرق. أيها الميكانيكي الخارق، دعنا ننتهي من مساعدة فيونا. إلى اللقاء قريباً.
وداعاً. مرحباً بالجميع، جيكو معكم. إنه يوم مشمس جميل، لذلك سأقوم بمراقبة الطيور. انظروا، إنهما التوأمان باري وكاري. أوه، يبدو أنهما يستمتعان كثيراً. أوه لا، انقلب باري. ها؟ أيها الميكانيكيون، علينا مساعدته. هيا يا شاحنة السحب تالي. ها؟ ها؟ لا تقلق باري، سنخرجك من هنا قريبا. يا أزرق. ها. دعنا نلقي نظرة. هذا غريب، محركك لا يعمل. جاءت كاري لتبهجك. هذا لطيف. عرفت أن هناك شيئاً مريباً. يبدو أن السمكة كانت عالقة في أنبوب العدم، لهذا لم يعمل المحرك. لطيفاً أن يقوم بزيارتك صديق، هذا سيجعلك تتحسن بسرعة. السمكة عادت إلى منزلها، كان رفاقها قلقين عليها. حسناً، كل شيء بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. أو مرحباً بالجميع، شاحنة المثلجات فيكي جاهزة للإصلاح، وسنقوم باللمسات الأخيرة. شكراً يا صفراء، هل أعطيتني مفك البراغي؟ احذرا أيها الميكانيكيان، هذا الخرطوم مليء بالهواء البارد الذي يجمد المثلجات. صفراء، لا تلمسي الزر. شكراً أيها الميكانيكيون، لقد أنقذتموني، والآن دعونا ننتهي من إصلاحها. شكراً فيكي، وداعاً يا رفاق. ما هذا الدوران السريع؟ من قد يكون هذا؟ هاي أيها الضفدع، هل لاحظت الآن سيارتي الجديدة؟ اسمه سيلفستر، وأنا أدعوه اختصاراً سلاي. أهلاً سيلفستر، سررت بلقائك. اعذرانا رجاءً، أحدهم بحاجة للمساعدة. ديلن في ورطة في موقع الإنشاء. إذاً سنساعده، سنكون هناك بأسرع وقت. أظن من الأفضل لنا أن نذهب. هيا يا شاحنة السحب تيلي. أوه.
هل هناك طريقة لنساعد ديلان دون أن نقترب من هذا الوحل النتن؟ ليس هذا الزر. كنت متأكداً أني أستطيع. اسحب يا سلايد. هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هيا أخرجني يا سلاي. أكره هذا الوحل النتن. لا تقلق، سنخرجك من هنا. هيا أيها الميكانيكيون. أترغب بزيارتي في المغسل يا سلاي؟ وأنت مرحب بك أيضاً سيد ويزل. لا شكراً. إذاً نراكم مجدداً. وداعاً. الشاحنة الأم والشاحنة الطفلة، لما تنتظران هنا؟ النفق مسدود ولا تستطيعان العبور. سوف ألقي نظرة. يبدو كأنه انهار. انهيار آخر. نحن محاصرون في الداخل. لا تقلقوا، فقد جلبت أدواتي. سنحتاج لأدوات أكبر. حتى تيلي لا يستطيع تحريك الصخرة. كيف سنخرج من هنا؟ لم أعلم أنك قوية. الشاحنة الأم أنقذت الموقف. يجب أن أتصل بإيريك الحفار لإزالة كل الصخور. إلى اللقاء مع مزيد من المرح والمغامرة في مرآبي جيكو. أهلا بكم في مرآبي جيكو. إنه يوم مشمس، لذا سيصعد الأحمر للسطح وسيقوم بتوصيل الألواح الشمسية الجديدة، والتي تمتص طاقة الشمس وتحولها إلى طاقة نظيفة للمرآب. أهلاً بوبي. ماذا؟ انظر لنفسك، أنت متسخ وقد قمنا بتنظيفك البارحة. لا تقلق، رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. ها أنت نظيف وجاهز للسير على الطريق. اتسخت مجدداً. كيف حدث ذلك؟ سوف نضطر لغسلك يدوياً. أصبحت نظيفاً. يمكنك العودة للطريق يا بوبي. هذا ما يجعلك تتسخ. محرك الوقود تملأه الفوضى.
أتريد محركاً كهربائياً نظيفاً بدلاً من؟ الطاقة الشمسية جاهزة؟ نستمد من ألواح الشمس الطاقة ليسير بالطاقة النظيفة بلا باقة. مرحبا، إلى اللقاء مع مزيد من المرح في مرآة بيجيكو. مرحبا يا رفاق، سنتحقق من شاحنة الإطفاء فيونا. يا له من يوم شاق. المعذرة. حسنا، ماذا بقي لدينا الآن؟ أظن أن هذا لك يا أزرق. والآن ماذا كنا نفعل أيها الميكانيكيون؟ ها؟ هل انتهينا؟ دوران سريع للمفاتيح، كان ذلك سريعاً حقاً.